فاليوم جيت بعد مراحل من الطلبات القانونية، بعد مراسلات، بعد وقفات احتجاجية سلمية، وزاد اليوم كيف كيف سلمية. لكن اليوم حابين نوصلوا صوتنا أكثر وأكثر. عنا قدش من عام نعانيه في برشا مشاكل، عنا مشكلة الناس قدش من عام شتمرم حرها ولا زبلة ولا ما عادش يتعام، الناس ما عادش جايه، ولات معناتها في كامل الجمهوريه وحتى من برا ولاو يتشكاو على 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 الميديا، على الريسو سوسيو، على في التلفزيون، يقول لك ما عادش جايين لهنا، وتضررت الناس الكل تضررت. كيف كيف عندنا مشاكل التلامذه، التلامذه نتاعنا يمشيوا يعملوا في 14 كيلومتر مينيموم، ثم شكون يقرا في سوسه في بلايص اخرى ابعد ما ينجموش يقراوا، ضيعوا رواحهم. عندنا يخرجوا ما ثماش مدرسه، ما ثماش مدرسه اعداديه، ما ثماش كوليج، ما ثماش ليسي. كل عام كل عام هذه دراسات وعملنا فيها اكسيون كجمعيه وستاتستيك، يخرجوا 100% تلمذه، يخرجوا مثلا يخرجوا 100 تلميذ يقراوا لبرا سيزيام اني سيتيام اني سكوند سيتيام اني اساس سبعه اساس، 5% برك يكملوا، 95% كلهم يخرجوا. من العام الاول العام الثاني تلقاه لبرا في الشوارع، بطلوا القرايه، اللي تلقاه في سد في سد، واللي تلقاه كذا كذا. هذا علاش؟ مشكله النقل، يخرج الصباح يقعد ساعتين باش يوصل، يروح في الفطور ما يفطرش، ما يروحش الفطور، يقعد قدام الاسم لوحه، يقعد ماشي في الكار وجاي. دونك مطلب الكوليج مطلب ملح جدا، ومبرمج في ميزانية 2018 مالغري سا ما بداوش لا حتى في الدراسة، حتى اعطيناهم كمجتمع مدني اعطيناهم لي تيران ونمشي تعاونوا، مالغري سا ما تحرك حتى حد. مشكلة النقل، مشكلة الناس، كيف كيف مشكلة الطرقات، عندنا متسكرين ولاد عون ما ينجموش يتعداوا، مسكرين عليهم الكياسات، ناس معناتها عاملوا لهم عزلة. احنا في معناتها في القرن 21 ثم الناس معزولة، لا تنجم تعمل تقل، لا تنجم تخدم، ما عندهم الحق في الكياس. كيف كيف عندنا نساء كبار يجوا مش يمشيوا عادي يمشيوا للسبيطار، صدقني النهار كام ساعات تروح، عنده رونديفو مرض مزمن تروح، ما ثماش نقل، ما يوصلش للترقي والفقاعيه، تخرج من ولاد الاسود ولاد الشتي، تقعد ساعتين وثلاث سوايع من لوحه، الكار ما تجيش، حتى مام الكار الحق مكتسب معناتها للناس الكل واللي لازم توصل للناس الكل ما تجيش. عندنا زوز كيران كارت تهرب، تقعد قاعده لهنا قدامك، تقعد نهار كامل وما توصلش للترقي والفقاعيه، والناس تدم لوحه غاديك، يتلزموا باش يركبوا في اللواجات، وقت باش يركبوا في اللواجات شنو يصير؟ اللواجات ما يجيوش، ويقول لك ب 2000 ب 15 بلاصه رجل بلاصه شنو؟ وما يجيوش اصلا، معناتها معناتها تقعد واقف في الترقي ولا في الحواش، تقعد نهار كامل باش تجي لواج. معناتها هذه منطقه سياحيه، منطقه معروفه في كامل في كامل الولايات، معناتها في كامل تونس، نعيشوا معناتها في معاناه كبيره، اكثر من المناطق الداخليه، صدقا تهميش لهنا وتفخير للناس اكثر من المناطق الداخليه. الناس بطاله، حتى كيفاش باش يمشي يخدم؟ يجي مش يخرج يلقى الصباح مسدود، يقول لك هاي بطلت الى متى؟ ومطالب برشا برشا، عندنا مطالب. لذا نطلبوا من السلطه بكل معناتها بكل طريقه سلميه، بكل تحضر، انهم يستجيبوا، انهم يحضروا معنا اليوم السيد الوالي والمعتمد والنواب، زاد النواب اللي انتخبناهم من اضعف الايمان، انهم يحضروا مع اولاد منطقتهم اللي نخباهم لهنا واللي تعبوا واللي تعذبوا، يجوا يحضروا ويسمعوا كلامهم ويوصلوا صوتهم. الى متى؟ سمير العبيري رئيس بلديه شط مريم. والله كما تشوفوا اليوم وقفه احتجاجيه لاهالي شط مريم باش يعبروا على ارائهم ومطالب راهي قديمه. قعدوا الناس المواطنين تاع شط مريم قعدوا يستناوا برشا، جل المطالب نتاعهم ما تفعلتش، ومن حقهم اليوم احنا حتى كسلطات محليه معاهم في المطالب المشروعه نتاعهم الحقيقه، وقاعدين نحاولوا باش نوصلوا صوتهم وباش نحلوا الاشكاليات الموجوده الكل، وان شاء الله نلقاو تجاوب من مختلف الوزارات المعنيه والسلطات المحليه والجهويه، وان شاء الله مع السيد الوالي ان شاء الله باش نعملوا جلسه تجمع جميع الاطراف وممثلين على مختلف المناطق في شط مريم باش نعطيه فرصه للمواطنين باش يوصلوا صوتهم ونلقاو الحلول في اقرب وقت. مشاكل النقل في شط مريم، مشاكل الربط بشبكه التطهير، مشاكل المدرسه الاعداديه، مشاكل الطرقات في شط مريم، اغلبيه الطرقات في شط مريم ماهيش معبده. الحقيقه شط مريم منطقة محرومة قبل، ما نحبوش الحرمان والتهميش يتواصل. الكياس الحقيقة مواطنين بتاع شط مريم ماهوش من عادتهم يسكروا الكياسات، والوقفات الاحتجاجية كلها كيلة كانت سلمية. هو راهو تسكيرة الكياس قطع طريق اليوم، قطع طريق جزئي، ما تعطلتش حركة المرور فقط باش توصل الرسالة، وفهل الرسالة وصلت، وإن شاء الله هاو الكياس مش يتحل. احنا مبتغانا انه يوصل الصوت، وصلوا الصوت ومشكورين، هما وصلوا صوتهم وتوا مشي تحل الكياس، وراهو حتى كي تسكر الكياس ما تعطلتش مصالح المواطنين، والحركه المرور قاعده عاديه، وتوا مشي تحل الكياس ومش ترجع حركه مرور عاديه.